مساء النور وأهلا بكم إلى صالون تلفزيون لبنان وبالحب أبدأ. كأن مركز هذا الكون أنت ولا سواك يعلو على برج الهوى العالي، فمركز الكون للعشاق يا امرأة لا في الأنا إنما في الآخر الغالي، لن نعرف الحب لا همًا ولا سمرًا إن لم نعش مع حبيب وحدة الحال. وبالمحبة أرحب أهلًا بضيفات الشاعرات نريمان علوش، رولا ماجد، غدير ناصر الدين. ضيفاتي الجميلات أهلًا وسهلًا فيكم إلى هذه الحلقة يلي بدنا نعرف فيها الجمهور تلفزيون لبنان وكتار من اللي ما بيعرفوكن على ثلاث أصوات شعرية شابة جديدة. قيمة هذه الأصوات في أنها اقتربت إلى احتراف الشعر من مواهب عالية. لما بيقراكن حدا ثلاثتكن عم بحكي، لما بيقراكن مع انه انت ناريمان ورولا نشرته غدير بعد ما نشرت لكن عبر الفيسبوك، بيشعر الواحد انه في لغة متمكنين منها، مش انه حدا عم يجرب. ببين من اول سطر سطرين ببين اللي عم يجرب من اللي ممتلك ادواته. فانا بهذا البرنامج رغم انه هو برنامج للمحترفين اغلبه يعني، لكن انا من حين الى اخر احتفل بموهبة أو بمواهب، وبحس إنه سريعاً ممكن تكون هي بمصاف المحترفين الكبار نتيجة ما رأيت من كتاباتهم ومن نشاطاتهم ومن السحر السري اللي موجود بكتاباتهم. قبل ما نبلش الحكي معكم بدنا نسمع قصائد، خلينا نسمع بالأول من عندك. سأبدأ وهي قصيدتي الأولى. حواء أنت ولن أزيد، قد صغت من خمر المودة مدخلا، ما مر لحظ فيه إلا أثملا. أوديت من رب البرية طيبة، والطيب من طين الأنوثة أجبلا. في كفك اليسرى أشد حضارة، والفلك يجري في يمينك مقبلا. والله خصك سورة من فضله، قرآن ربي في النساء تنزلا. يا آية حبلى بآخر ركعة، تسبيحها فرض وواجبها صلاة. إياك نحمد نستعين بجنة، من تحت نعل الأم تفرش منزلا. حلو. يا أنت عين الليل تسأل كحلها، كم ذا سهرت فصار جفنك أكحلا. أم كم مددت بوجه صبحك للسماء، حتى ارتمى قرص تحمر مخجلا. من شمس مرآة يعاكس خدها، ليزيد من فرط الجمال تجملا. تبقين أنت بوسط جمع بائس، لم يعط قدرك والأنوثة تكبلا. من ذا الذي يحوي الرجال وضعفهم، إن كنت أول من قسى أو أهملا. كل يريدك يا جميلة فاثأري، عقل فقلب من هوى لن يرحلا. حواء تهتز المجالس إن حكت، سمع المليك وقلب آدم زلزلا. إن النساء مقامهن مقدس، فادخل إلى أعتابهن مبسملا. حلو 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 كتير. فإذا غدير ناصر الدين، هلا رولا ماجد. يسعد أوقاتكم. أهلا. رجل كإزميل الشذا بيدي، ونقشته عطرا على جسدي، أنجبته من جرح خاصرتي،
وحسبته رجلي كما ولدي. ألو. قبلت نشوته فصار فمي أرجوحة تلقى ولم تعدي. أسقيته دمعي بليل غوى وعصرت ملح يديه فوق يدي. جدلت في عينيه أوردتي وغرزت في أحشائه كبدي. اخترت أشرس عاشق لدمي وجعلته في العشق معتقدي. أنا باختلاف قوتي اكتملت، أنا لبوة وفريستي أسدي. حلو حلو كتير، حلو كتير. فإذا رولا ماجد اللي سمعناها، هلأ بنسمع ناريمان. مساء النور، بداية بدي أشكرك على الاستضافة، يعني أهلا وسهلا فيكم. أني يكون موجود معك اليوم. همست للورد سري فانحنى خجلا، وعانق الريح والأنسام مبتهلا. قبلت ثغر جنوني فاهتديت به، ورحت أسأل عن أنفاسه القبلا. مشيت درب الهوى والدرب شائكة، فعدت أزرع في خطواته السبلا، وأوقد الشوق في أحداق نجمته، وأغمر الظل كي يختال مشتعلا. والعشق في أضلعي يقتات من شغفي، ويحتسي من دموع الغيم ما هطلا. والورد يرقص في أحواضه ولها، والقلب عند مهب العطر قد ثملا. صليت عمري على أعتاب عتمته، والبدر لولا خشوع الليل ما اكتملا. حلو حلو كتير. طيب نحن بنعرف هلا، ما رح أسألكم عن البدايات لأنه أغلب بدايات الشعراء والشاعرات مثل بعضهم من سن مبكر، من 7 مرات 10 مرات 11 مرات 12 ببلشوا يحسوا بدهم يكتبوا، ببلشوا يكتبوا بعض الأشياء العادية يلي ما فيها تركيب صحيح. لكن أنا لفت انتباهي، أنت قلت لي هاي أول قصيدة كتبتيها. هاي دي أول قصيدة موزونة، هلأ كنت أكتب بس أكيد مش موزونة. خلص فإذن أوكي. فإذن المراحل الأولى هي مراحل التعلم، هي المراحل التكسب. أنا شو بدي فيها لحتى وصلته لهون؟ خليني أحكي أكثر، لأنه هذه سيرة كل الشعراء، أكثر عن الجو القراءة اللي كنتوا فيه. يعني شو اللي اخذك انت غدير لحتى تشعري انه عندك ملكه كتابه، ولما شعرتي كيف شعرتي انه لازم انا اقرا اكثر، لمين اقرا اكثر، مين من الشعراء اللي بالاول اثروا فيك وربما طبعوك ربما صرتي تتاثري بكتاباتهم؟ احكي لي عن هذا الجو. يعني متذكره اول كتاب شعري او نقدي او ادبي قريتي غير المدرسة، غير كتب المدرسة؟ في قصتي مع الشاعر نزار قباني. أول كتاب قرأته، وأنا كتير تأثرت بنزار قباني وكتير بحب قصايده. هلأ أكيد في كتير شاعرات وشعراء كبار بقرالهم دايما، بس بميل للشعراء القدامى مثل المتنبي، أبو نواس، البحتوري. متأثرة كمان بقصايدهم، خصوصا بس بلشت بالجامعة صرنا ناخد عن الحضارات والأداب، فصرت أتوسع بالشعراء أكتر. حسيت أكتر حدا أنا قريبة لإله هو نزار قباني، لأنه معاصر أكتر وحديث. فحسيت أنه بدي أكتب، بدي طلع بعض الصور الموجودة عندي، وفي صور بس مني قادرة صيغة بعدني كنت. بلشت أول شيء نثر، وكلنا بنبلش نثر. بعدين حاولت أكتب شيء موزون، كان في صعوبة لآخر سنة بكالوريا. كان يعلمني أستاذ اسمه يوسف سرور، كان دايما يشجعني أنه عندك إلقاء وأنت عندك ألم، خصوصا بس يقرأ لي مواضيع إنشائية. هيدا الشيء كتير شجعني أنه ضل أقرأ وأبحث أكثر بمجال الشعر. وعملوا مسابقة هي عن المرأة، وكتبت فيها هالقصيدة اللي هي كانت أول قصيدة موزونة لإلي. هي هالقصيدة
يعني قطعت كل بيت فيها تقريبا، لانه ما كنت اعرف انه شو بيت وشو تقطيع، فاخذ معي وقت، بس لما خلصت حسيت اني عملت انجاز. من بعده حبيت فوت اعلام وفتت صحافه اول سنه، بس ما درست يعني شهر او تقريبا شهرين، واتجهت دغري ادب عربي لانه كنت كثير حابه فوت بمجال الشعر اكثر، خصوصا اني عم شوف شعراء بعمري عم يطلعوا ويحكوا وعندهم قلم جيد، فقلت طب انا شو ناقصني، ليش ما بكتب، ليش ما بشتغل على حالي اكثر. وبلشت اشتغل على القراءه، حسيت انه القراءه بتساعد اكثر من انك انت تحفظ هول البحور وتحفظ التفعيلات اللي لهم، القراءه هي بتحفظك اياها يعني سمعيا، بتصير تدرك فيك تتعلمه، بس هذيك الشعر فيك تتعلمه. صحيح. فبلشت قراءه وتوسعت بمجال القراءه اكثر، وبلشت اكتب بدون ما حتى احط بحر قدامي، صرت بس انه سمعيا يطلع معي بيت كفي على اساسه، ومن بعدها اذا حسيت في كسر او حسيت في غلط عندي بقطع البيت اللي هو فيه غلط وبشوف شو هو البيت او البحر اللي كتبت عليه. نزار اول واحد حبيتي؟ صح. ليش؟ لانه اول شيء هو شاعر بيحكي مشاعرك صح. هلا نزار اكيد بيكتب الوجهين مثل اي شاعر، شاعر اباحي وشاعر عذري، هيدا بمجال الغزل، بس عنده قصايد وطنيه، عنده قصايد كثيره. بس تأثرت بنزار لأنه لغته قريبة لألنا، قريبة للمجتمع، منك بحاجة سر. مثلا هذا أخطر سر بالشعر العربي المعاصر، هيدي اللغة تبع نزار. صحيح. يلي لا حدا سبقوا فيها ولا حدا قدر لحقه، واللي بحاولوا يلحقوه عم يقلدوه، ومش هيك أنا بضيف شغلي على لقيته بس، وبأكد على كلامه، ليس هناك شاعر ظهر من الستينات السبعينات للثمانينات لليوم إلا في مكان في رأسه اسمه نزار قباني. صحيح. قطعا. صحيح. بحبه بيكرهه بس موجود، وإلى حد ما كان في إمكانية للتأثر فيه. صحيح. إيه ليش نزار؟ لأنه أنا بآمن أنه مش ضروري يكون عندك أنت لغة صعبة لحتى تكون أنت شاعر عظيم. صحيح. أنت بلغتك السهلة القريبة للناس على القليلة، خلينا نقول 40% من المشاهدين قال لك الله أنت بتحس أنك شاعر، بس لما أنت تقرأ للأغلبية، مش الكل هو هو محب أو مثلا خلينا نقول فنان بالكتابة، في ناس هواة للشعر، فبيكونوا كتير قريبين من اللغة السهلة. فنزار كان جامع بين اثنين، اللغة السهلة والصور الصعبة، بس الصور الصعبة بلغة سهلة. حلو. فهيدا كان كثير قريب من الناس، وهيدا اللي حبيت أوصله. حلو هذا الفهم للنزار، فهم جميل. صحيح. رولا. نعم. خبريني أول كتاب، أول كتب قريتيها، والجو اللي عشتي فيه عم بيحكي أدبية. نعم. أنا بدي قبل ما أحكي عن أول قراءاتي، بدي أقول إنه بظن أي مبدع لما كان طفل نمي شيء جواته وكان يشعر في شيء مختلف، يمكن ساكن كان جواته كائن غريب نما معه لهيدا الطفل، وكان بيشوف أي مشهد قدامه بصور شعرية إذا كان شاعر، ومثل كمان إذا كان رسام. فأنا عشت هيدي التجربة من أنا وطفلة، كنت أشعر بالأشياء مختلفة بس ما كنت أعرف شو هي لحتى أنا ترجمة. عشان هيك منقول أنه الشعر هو أكبر من الكلمات. هلأ ليكي هذه أداة، فمن هون أنا بدي بلش. بس خليني أقول لك شغلة، تعريف الشعر نعم صعب، يكاد يكون مستحيلا، وكل اللي عرفوا الشعر بالتاريخ العربي عرفوه بعد مرحلة نقضوا هن هذا التعريف وحسوا انه لا مش هذا هو التعريف الحقيقي. نعم. من فترة كنا قاعدين بجلسة سألت حالي سؤال، انه طب معقول نحن اللي بنشتغل بالأدب انه ليش ما بيقدرش الواحد يلاقي فورم، اذا بدك يلاقي معادلة انه شو الشعر. نعم. انا قلت له انا اذا بدكم رأيي، الشعر هو لغة على خيال، على معنى جديد، على ذكاء فني، هودي ثلاثة بده يكونوا موجودين، وأي شيء رابع يعني بتقول لي الفكرة بقول لك بالمعنى الجديد. على إحساس كمان. الإحساس مرات بيكون واضح مرات ما بيكون واضح، أنا عم بحكي عم تقرأ قصيدة مجرد أنت مش عارف اللي كتبها هذا كيف كتبها بأي وضعية بأي كذا، أول شيء بتطلب اللغة، بدك تحس أنت في لغة شعرية قدامك. صح. الخيال، بدك تحس إنه في خيال،
بدك تحس انه في معنى جديد مش مثل ما المعاني شو اسمه، وبدك تحس انه في ذكاء فني له علاقه بالصياغه وبالاسلوب. فلذلك هذا متعذر استاذ عبد الغني. انا بشوف انه اللغه هي قديش هي اساسيه أساسية نعم، وقديش هي مهمة، ولكن أنا بشوفها بتجي بعد الموهبة. لا. بعد طبعا لأن لا بعد الموهبة مش مشكلة، بعد الموهبة فكرت إنه في شيء شرط تاني. هي أداة. أنا فكرت في شيء شرط تاني. طبعا طبعا هي أداة، يعني لنفترض هناك طفل خلق عنده صم وبكم بس هو شاعر. لا لا موهبة مش عم بقول لك، لا قلت لك كموهبة، كموهبة في ضرورة إلها، بس انتبهي حتى وجود الموهبة بده ياخذوا على اللغه بالاول. حتى لو كان موجوده الموهبه، كيف بتكون موجوده الموهبه؟ مش انه شيء طاير بالفضاء. الموهبه الشعريه تحديدا بيكون في شيء من اللغه براسك عم يدور، وانت عم تحاول بهذه الموهبه انك ترتبه. مثل الرسم، الرسم هو لغه ايضا، هو لغه، بس شو لغه الوان واشكال بتكون بخيالك عم تترسم بالمراحل البدايه، وبعدين بتصير انت عم تصنعها. كفي لي بالاول. انا لا حبيت بلش لك عشان كان لما السؤال لغدير الموهبه وخاصه بالقراءه، فحبيت انا هيك ابتدي ب القراءات. طبعا انا اكثر قراءات اثرت فيها هي قراءات جبران، جبران خليل جبران. جدا بهدي ببداياتي 10 سنين وحتى أكتر. يعني اكثر شوي فهيدي اللغه المتجدده الجديده، وبقول عنها اللغه الجميله الانيقه الفاتنه اللي جايه بكامل زينتها. جبران بودينا لافاق كبيره بتفتح هذه المخيله اكثر قدام صحيح. قدام الشاعر صحيح. فتاثرت جدا هي كبدايات. جربتي تكتبي مثله؟ عاده لما نتاثر بحدا بنجرب نقلده. انا عم اقول لك لانه انا قلدت جبران وقلدت نزار وقلدت الرحباني وقلدت سعيد عال، واخر شيء هلا عم بكتب حالي جبران. فاللي متاثر فيهم غالبا ما بنحاول نتماهى معهم بطريقه صحيح. ما صحيح. لا ما كانت عندي محاوله هيك شيء. يعني بقي تاثيره فيكي نفسيا؟ بقي تاثيره فيني، بس ما كنت عم بعرف كيف بدي اوظف هيدا الشعور بشو. انا كمان حتى بحب موهبه الرسم، ارسم يعني هن كلهم الابداع بصب ببعضه. وطبعا رجعت كان في عندي محاولات بسيطه، يعني كبعد طفله بدها مثل ما قلنا بدها تترجم هيدا الكائن الغريب يلي عم يتغلغل جواتها وما عارفه شو هو. تحس حتى الشخصيه بحد ذاتها شخصيه متناقضة. الطفل المبدع بيكون غريب الأطوار. أنا بحس طفولتي هيك جدا من لما أنت وصغيري. غريبة إيه، يعني بتلاقيني اجتماعية جدا وهايبر جدا، هيدا برجع بكون انطوائية وبتأمل وبسأل. يعني هلأ إذا بدك تسأل الوالدة شو رولا عن رولا، بتقلك رولا الطفلة بتسأل كتير كل شيء، بدها تعرف شو هو، بدها تبحث عن الاساس. انا هلا باي مشكله بقطع فيها ممكن كيف بدنا نحلها، بنشوف الاساس وبنحلها، مش ما ناخذ لها مسكن مثلا. حلو، بتروحي للاسباب. للاسباب. والطفل ايضا لما تسال، الطفل لما يسال وخاصه الطفل المبدع بيسال اسئله نحن ما بنقدر، منا سهله. مش انت بس، اي طفل فلسفي. صح. نعم، أسئلة الفلسفة هي أسئلة أطفال. نعم، يعني لما بتاخدي سقراط نعم وأرسطو وكل الفلاسفة واللي إجوا بعد منهم الفلاسفة العرب، السؤال كان عندهم وين الله؟ وين كيف الله؟ هو هيدا السر العظيم. شو الموت؟ شو في بعد الموت؟ هودي الأسئلة على حجمهم الكبير عند الفلاسفة وبحثهم فيهم، هن ذاتهم أسئلة الأطفال لما بيكون عمره 5 سنين. وين الله؟ وكيف الله؟ وكيف اخذنا؟ نعم. وليش بياخذنا وبيحبنا وما بنحبه؟ وبس نموت بنروح لعنده ولا ما بنروح لعنده؟ هن ذاتهم بيسالون الفلسفه. نعم. يعني فلذلك نحن ما نستهون باسئله الاطفال. نعم. انا بتابع هذا الموضوع مع احفادي. بنلاقيها بكل طفل بيسال. ايه؟ بس خاصه الطفل المبدع
بتحس اسئلته ايضا تتمحور غريب ابداعيه ايه؟ ايضا فيها نفحه ابداعيه. نريمان، قبل ما احكي عن البيئه، انا بالجينات بحملها، لانه كمان انا عمي الاستاذ رادي علوش، بوجه له تحيه، هو شاعر واستاذ لغه عربيه، ويعني كمان عمي الثاني الله يرحمه استاذ سامي علوش، اللي هو اول من دفعني لنشر كتاب. برجع للبيئه اللي توفرت لي من حظي، انه بابا كان عنده مكتبه كثير كبيره بالبيت فيها جميع انواع الكتب، الادب، الفلسفه، يعني كل شيء ممكن تتمنى انك تقراه بتلاقيه موجود بالمكتبه. وانا ما كان عندي اخت، وكانت ماما تخاف كثير علي، فكان صديقتي هي مكتبه بابا. قريت كل الكتب الموجودين فيها، وكثير كان يلفتني الكتب الفلسفيه واللي بتبحث عن الوجود، اسرار الوجود. كمان كانت رسائل بابا اللي يبعتهم لماما من الاغتراب لماما، انا اقرا لها اياهم، كل الشعر والغزل وعذاب الحراره، شرط من شروط الادب الحراره وعذاب الاشواق الغربه، فكمان هيدي كان لها دور. بالاضافه لانه لما كان يجي على لبنان كان عنده كثير جمعات مع اصدقائه بالليالي الشتويه، يقعدوا يحكوا، يفتحوا مواضيع فلسفيه ويطرحوا الكثير من الاسئله، وانا كانوا دائما يلاقوني قاعده ورا الباب متخبيه عم بسمع، بدي اعرف شو الجواب اللي عن الاسئله اللي يطرحوها. فهالشيء نما بداخلي، بلشت اكتب مذكرات بالبدايه كتير، يعني هلا انا عندي شي 20 مذكره كتاب دفتر. انت من انا وصغيره، من اول ما حملت القلم بقعد بقراهم بضحك. كانت اكيد ما بتسوى شي يعني، بس لا، بس مجرد الانتباه انك مذكراتك فيها فكره صح. بعدين بلشت بكون، يعني انا كثير مثل ما قالت رولا، عندي لحظات تامل كثير، يعني يمكن بتواصل مع عالم اخر اكثر ما بكون متواصله مع اللي حوالي، وهالشيء مشكله. هو احسن لك هالشيء عن جد سبب مشكله مع اللي اهلي بيقولوا لي، انه دائما بعالم اخر، دائما كثير بحب فكر، اتفكر، اسال، يعني بلاقي في عالم اخر اسئله ما بتنتهي، بتولد حالها. ولأول مرة عمي الله يرحمه بس قال لي، سمعت أنك بتكتبي أشياء حلوة، فرجيني عليها. فقرأ قال لي لازم تعملي كتاب. قلت له لا أكيد، يعني كتاباتي ما بتستاهل. قال لي أنت كتاباتك فلسفية، لازم تعملي كتاب. هو كنا نلقبه العبقري الصامت، لأنه كان عنده كمان هيدي النزعة الفلسفية الوجودية كتير، يعني كان بحب التأمل والكتابة. فهيك يعني انا عندي 6 اصدارات، اول 3 اصدارات بعتبرهم بحث عن نفسي، عن هويتي الادبيه، كنت بدي اكتب بس ما عارفه شو. لبعدين لقيت حالي كتبت الشعر العمودي وكتبت الروايه. طيب انا بدي اقول شغله، طالما الاقدمين واللي اقرب منهم عم يحاولوا يلاقوا ولو تعريفي للشعر وعلى صعوبه، انا برايي ممكن كثير الجيل الجديد من خلال تجربته ما بتعرفه، يعني مسألة انك انت تقدر توصل يوما ما الى تعريف الشعر على الاقل بنسبة 80% انه تكون انت حاضنة، لانه بالماضي احيانا كانوا يقولوا لك الوزن والقافية، بتوصل لمحل بتقول طيب ما في وزن وقافية، اذا ما في وزن وقافية بطل يكون شعر، او شغلة اكثر من هيك، المتنبي هو اهم شاعر عربي، اذا ترجموه بفرنسا رح يترجموه مش موزون، مصر يعني رح يترجموه ببطل شاعر. هذه المسألة، قصة الإيقاع وما الإيقاع، هذا شيء له علاقة بالذكاء الفني اللي بتكون أنت مكونه، بتكون أنت مكونه. بس حول ما هي الشعر، أنا برأيي بيسوى أنه تشاركوا أنتوا فيها أيضا، طبعا مش هلأ، بس أنا عم أقول أنه بيسوى نتيجة تفكركم بالشعر مثل ما عم تحكوا، هذا التفكر ممكن يؤدي إلى الوصول الى معنى. انا بالنسبه لي فصلت بين الروايه والشعر بالحال اللي بكون عايشتها، يعني الشعر بالنسبه لي هو حاله كثير قويه من المشاعر بكون عايشتها، ما بلاقي انها تتفجر غير بقصيده، هي لحظات معينه. اذا سمعك حدا بيكتب روايه بقوم عليك بقول لك لا، الروايه فينا نعبر فيها اكثر. لا رح احكي انا بعد عن الروايه، عم بقول لك عن لا، الروايه انا بالنسبه لي هي نقل تجربه من الحياه مع الرسائل الاجتماعيه والانسانيه اللي بدي اياها توصل للمجتمع، بالاضافه لنكهه الشعر اللي بمرقها بالروايه. على كل حال بتعطي للغه. أهم رواية، مع أنه أنا ما لا أعتبر أني قارئ رواية جيد، يعني
ما بحب الرواية، عقلي ما بيحمل الرواية، بس الرواية اللي بقراها هي اللي بتحمل شوي من الأسلوب الشعري أو المناخ المناخ الشعري. قراءة تعريف للشعر هو فن الرسم بالكلمات. بحب ضيف عليه أنه صح هو فن الرسم بالكلمات، الريشة هي العقل والألوان هي القلب. إيه عم أقول لك إنه بس هذا نوع من التشابيه. نعم. نحن لما بدنا نحط تعريف ما بيروحوا على التشابيه أكثر ما بيروحوا علي على أساسه هو على أساسه شو هو؟ هو لغة. وشو صحيح. هو؟ هو خيال. ما حدا بيقول لا هو معنى جديد، إذا أنت معنى قديم ما بتعتبر إنك أنت كتبت شيء. هو ذكاء، يعني بدك تروح على الصلب أكثر ما تروح صحيح. على التشابيه. بدي أسألك جدير، بالمرحلة الجامعة شو بتعمل مرحلة الجامعة بالنسبة إليك أنت اللي عندك هذا الهوس باللغة العربية؟ إذا واحد اثنين بعد في طلاب عم يدرسوا أدب عربي بالجامعة، لأنه حسب معرفتي أنا قلوا بشكل هائل. صحيح. هلأ بداية سنة أولى كنا كتار، يعني كنت تفوت على القاعة تلاقي فيها 500 طالب تقريبا، وهي قاعة منا كبيرة عنا بكلية الأداب على اليونسكو. الأدب العربي بالنسبة لإلي أو أي اختصاص هو ما بيحوي كل شيء، يعني بيضل أنت بحاجة لثقافة خارجية. كان الأدب العربي أكثر ما أنه علمني الشعر، هو كان تثقيفي من الجوانب اللي هي بتعطيك ثقافة عامة. في بعض المواد اللي هي بسنة ثالثة وقت فتت أدبي هيك تحفيزية على الشعر، خاصة بالشعر، هي أعطتني مثلا يعني شيء لأتقدم. بس بالنسبة لإلي الأدب العربي هو يعني معلومات، هو ثقافة أكثر ما أنه هو مساعد لحتى تكتب. صحيح. بسنة تانية بلشنا نقل، وبسنة تالتة وقت توجهنا ما بين أدبي ولغوي صار في قاعتين، يعني أكيد قلوا الطلاب، بس بحس أنا الزمرة اللي بقيت هي اللي بتحب لغة، مش اللي فيتي لمجرد انه هي تعمل يعني اختصاص. يعني قال له للسنة الرابعة بكونوا قال له صاروا شي 10%. صحيح، يعني بالماجستير بقال له كتير. فاللي فيتين كانوا بسنة اولى هن مش محبين للغة العربية او للأدب العربي للاختصاص، يمكن هن فيتين ما بين انه اختصاص معتبرينه سهل، وهو ابدا ما انه سهل، اللغة العربية هي من اوسع اللغات. اثنين بس انه مجرد يعملوا اختصاص ويشتغلوا، فبس فيتوا ولقوا انه اللغة العربية او الأدب العربي هو اكبر من انه هو مجال عمل، هو لازم انت تحبه قبل ما تفوت عليه، بلشوا يقلوا. وبقيت البقية هي اللي هن شاطرين او بحبوا هيدا اللغة وبحبوا يكفوا. طيب انت بعد هاي المرحلة لمين قرأتي؟ شو بدي بالمرحلة البداية؟ لما ببلش يتأسس عنا ملكة أدبية نحن متمكنين منها، نوع قراءتنا بيزيد بيضيف بيصير أعمق أكثر، يعني مروحة الناس اللي بنقرأ لهم بيصيروا أكثر أو ربما أقل، ما بعرف شو بالنسبة لي. في معلومة عني حتستغرب منها شوي، أنا بخاف أقرأ لحدا كامل، ما بحب أنسخ أسلوب حدا أو أتأثر جداً بالأسلوب. بحب أنه أقرأ لكذا شاعر لحتى بس أنا الوزن ما أغلط فيه، أقدر أكتب سمعياً. بس أني أقرأ لشاعر أكثر من غيره بخاف أني أتأثر بأسلوبه أو يقولوا هاي شاعرة نزارية أو شاعرة على طريقة المتنبي أو البحتوي أو غيره. لشو في حدا مرق ما تأثر بحدا؟ هو أكيد نحن منتأثر، بس في بعض بينسخ، يعني أنا ممكن أقرأ لحدا بلاقيه أنه ناسخ. بس التأثر مسألة أنت يعني المتنبي تأثر بأن الروم أبو تمام. فلذلك مسألة التأثر ما في حدا في يقول لك أنا خلقت من دون جذور، ما هذا النبتة القوية هالشجرة القوية إلها جذور بمكان. صحيح. بمكان ما، مش هيك؟ أنا بحاول أبحث عن هذه الجذور من دون أن تكون هذه الجذور هي الأساس. أنا بهمني الأغصان. صح. جذور إنه أوكي مكنتني بالأرض، بس أنا بهمني الأغصان. صح. الأغصان هي شو بنقرأ، شو من شو كيف بنعيش. ما في حدا من الشعراء اليوم بتقري كله بسبب خوف ما تتأثري فيه؟ لا مش التأثر، أنا بخاف إنه أطبع أسلوب حدا. تأثر أنا أكيد ما تأثر بنزار. شيلك من قصة القيمين؟ بنزار قباني يعني. كشاعر أوكي. أنا متأثر فيه جدا. من بعد نزار طلعت موجة شعراء طويلة عريضة بمرحلة يسمونه شعراء الجنوب، وبعدين في شعراء كمان بالمنطقة. سارة الزين. سارة الزين هلأ جديدة. بس أثرت فيها ما يعني ما أنا كنت يعني بعتبر إنه جيلي عم بقرأ للي هني من جيلنا هلأ. وعم حلو. بقرأ أكثر للشعراء الموجودين. حلو. يعني انتمائك لهالجيل خليك تحسي بك تقري له إله أكثر ما تقري للي قبله. صح. أوف.
يعني شو لقيتي؟ هلا لقيت انه في صور قديمه، يعني ممكن بعض الابيات هي كثير حلوه وكثير صعبه وبتلاقيها يعني موجوده والناس عم تكررها، بس لقيت انه الصور اللي هلا عم يطلعوا فيها التجديديه خلينا نقول ساعدتني او حفزتني اكثر حتى اطلع بصور جديده، يعني اقول بدي اكتب بدي اقول صوره جديده ابعد من هيدي الصوره، اكيد بدها قوه سبك بس المهم تكون موجوده الصوره، بتتعب بالسبك بس خلص انا طلعت بقصيده طلعت بصورة، حتى خليني أقول بيت واحد من كل القصيدة اسمع كلمة الله من المشاهدين أو الجمهور، هيدي بتخليني راضية عن بس القصيدة. ليكي أول شيء غلط أنك أنت ما تسمعي إلا لجيلك، خلينا نكمل خلينا نكمل ايه. بدك تتحصني بكل اللي مر وبكل الشعر اللي مر تقريه على سبيل المعرفة. ليش؟ لأنه هي اللي عم أقول لك إياه، أنا عم أقوله لكثير من المشاهدين يلي هن بعمرك وما عندهم هيدي الموهبة القوية، وإلا ما كنت أنت ضيفتي. أنت موهبة قوية جدا من خلال صياغاتك، بيشعر الواحد أنه أمام هذه الموهبة بده يحترمها، مجرد ما أنك تحترمها بده يخليني أتعامل معك بطريقة واضحة وأقول لك خطأ أنك أنت تقري لجيلك، وهلا بحكي لك عن جيلك، أنت بدك تقري لكل الأجيال اللي سبقتها، على الأقل اللبنانيين، على الأقل بعض العرب، على الأقل بعض اللي قريتيهم بأيام المدرسة. رغم قناعتي إنه هذا الجيل اللي أنت عم تحكي عنه هو جيل ملعون بين هلالين، ملعون قد ما عنده قدرة على الشعر. أنا بالمقابلة معك بالتلفزيون لما قلت إنه في ما لا يقل عن 10، أنا بعتقد يمكن أكثر من 10 هن، 10 من المواهب واغلب النساء كمان وجنوبيه، شغله حلوه جنوبيه وغير جنوبيه، بس انه في لا في بكل مناطق لبنان بيطلعوا لهم 10 15 ومناس معهم شهادات ودكاتره، بس يعني عندهم قدره شعريه تشعر انت انه فيها شيء جديد، فيها نفس جديد. هلا وين بيوصلوا ما بعرف، لكن هذا اللي موجود اليوم، وانت لحقتيهم دغري بزيت السرعه. رولا، علاقتك بالقراءه، نعم، هل هي مفيده لك كشاعره وقديش؟ طبعا اكيد. عم بحكي على المرحله اللي بعدين لما بلشت تقري، وصلتي لمرحله صرت تقري كل شيء ولا لا؟ طبعا هلا انا بقرا كل شيء. شو هو مثلا عن شو بقرا بشكل عام؟ يعني ممكن بقرا كمان مثل ما قالت غدير انه من واكب كم، يعني ما عارفه نحن بنحب نقرا للكل، اصدقائنا وشعراء الكتاب بنقريهم على السوشيال ميديا، شو ما بيطلع قدامنا بنقرا كتب. هلا كان عم بنتبه لملاحظة طبعا، لا انه انتم بعيدين عن الكتب ورايحين فايتين بالفيسبوك وهالكتب. لا لا انا عم بقول على سبيل المثال انه السوشيال ميديا مرات اي حدا بكون فاتح فيسبوك تطلع قصيده حلوه بده يقرا طبعا اسهل طبعا. انا قلت لهم اليوم، قلت لهم بالوقت اللي كنا بده الواحد ينشر قصيده يبعثها وينطر 20 يوم وينطر يبوس الايادي لتنشر بالجرايد، اليوم هذا الفيسبوك قدامك تفتح بتقرا القصيده. لا نحن اجمالا كمان مثل ما حضرتك بتعرف بنتشارك التواقيع الكتب، بنكون حد بعض وجنب بعض، اكيد بنقرا لبعض لا شك. بس حاليا انا صاب بقراءاتي لكتب نقديه اكاديميه يعني بالادب اكثر من انه اقرا شعر كشعر او روايه، حتى مبعد شوي عن الروايه حاليا. برافو. نقد. طيب خلينا نروح مع الفاصل الاعلاني، بعد منه رح ارجع لعندك ولك. فاصل اعلاني. نعود إلى الحلقة يلي مستضيفين فيها ثلاث صبايا شابات شاعرات، شابات مش معناته إنه طلعوا مبارح، شابات يعني مثلا ناريمان صار لها أكثر من 7-8 سنين بهذا الوسط الشعري، مثلا رولا صار لها تقريبا 10 سنين وعنده الإصدارات كتاب وكتابين وثلاثة ووصلين للستة عند ريما. الجديدة هي غدير، ما عندها ما طبعت بعد ولا كتاب، هي فينا نعتبر إنه هي جديدة، بس انا بعتبر انه الواحد لو كان صار له 15 سنه بالشعر بضل يعتبر انه هو جديد، بضل يقول انا جديد. طيب خليني عن النقد، خليني عن النقد.
نعم. شو 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 وصلتي انت بموضوع النقد؟ النقد لا حاليا طبعا عم بشتغل على رسالة الماجستير. انا خلصت ماجستير بس اهملت شوي رسالة هيك، كنت عم باخذ بريك صغير وهلا رجعت لها. عم موضوع رسائل غسان كنفاني الى غادة السمان، فعم بشتغل عليها. وطبعا كمان هذا الموضوع بحد ذاته بحيلني لأدرس العلم النفس، مع أنا على المنهج النفسي الأدبي. هذا كمان عم خوض غوار هلا أكثر العلم النفس والعلماء. حلو سيدة حارة كمان. وإضافة إلى ذلك كمان أنا دايما بقول إنه ما همنا، أنا بالنسبة لإلي ما هو طموحي إنه بس نطلع على منابر ونكون مميزين ونكون ناجحين. أنا بشوف أوسع من هيك وأبعد من هيك بكثير. هذا بالنسبة لإلي تحصيل حاصل. بحس بعده في شيء جواتي شعرياً عم أقول، وممكن نقدياً وشعرياً، يعني قصايد جديدة إلى آفاق مختلفة. إذا ما حسيتي هيك أساساً ما فيك تقربي على المجال. بحس دايماً بهيدي الرؤى الشعرية عندي إياها وموجودة فيه. وفي عدة دراسات ببالي كمان أدرسها، بظن بعده ما في حدا كمان طرق لها شعرياً. يعني مثلاً على سبيل المثال قافية، اللا قافية عفواً، اللا قافية في وجود قافية معينة تحديداً بالشعر التفعيلي مش بالشعر العمودي. هذا موضوع طويل. كيف؟ عشان أنا بنظري أنه اللا قافية أنت معتاد على قافية معينة أو قافيتين ممكن تكون بنفس القصيدة التفعيلية، اللي أنا برأيي هي إذا المبدع بده يكون مبدع واحد ويكتبها لازم يكون عنده إبداعين ليكتب القصيدة التفعيلية، عشان مداها وأوسع وأصعب أصلاً من الشعر الكلاسيكي اللي هو المبنى تعوله رتيب وواضح ومعروف. رتيب طبعا واضح. طبعا ونحن عم نجيب، انا دائما بقول الشاعر استاذ غني، الشاعر الكلاسيكي، انا بكتب شعر كلاسيكي، انا ما عم هاجمه بالعكس، وهذا تراثنا ونحن نعتز فيه. بس عجلي بالفكره لانه تاخرنا على نعم. الشاعر يلي بيكتب القصيده الحره يلي التفعيلي، انا بنظري هو مثل كانه مهندس معماري بارع. رح ارجع لعندك على هذا الموضوع. نعم. ولا ناقشك حول صعوبه القصيده التفعيلي ورتابه القصيده الكلاسيكيه. هيدي ما كفيت الفكره للدراسه. لا هلا خلينا لا كملي نرجع لها. طيب نرجع لها. خليني اجي لعندك انت كمان. ايمتى حسيتي انه اكتملت الملك الأدبي عندك؟ الملك الأدبي هي بتاخد فترات وبتبلش يمكن ب 12-13 بتوصل لـ30 سنة يمكن، بحس الواحد ساعتها صارت الملك الأدبي موجودة. وشو هن القراءات يلي انت بتتحصني فيها؟ هل بتتابعي كمان قراءات جيلك أو بتروحي لقراءات أخرى؟ هلا أنا بما إنه عندي دار نشر كتير بقرأ، يعني كتير كل اللي بدهم يطبعوا لازم أقرأ لهم كتبهم، وبما إنه عندي كتير أصدقاء شعراء وكتاب وأدباء كمان، كل كتاب بحصل عليه من أصدقائي بقرأ وبكتب عنه كمان. بس أكيد عندي كتب بلجأ لها لما أحس إني أنا بحاجة إني أشرب كاس شعر مثلا، مثل كتاب عندي ديوان لجلال الدين الرومي كتير بيعني لي وكتير بحب أقرأ فيه، و روايات كتير بقرأ كمان. يعني مين فينا ما عنده مكتبته مثلا من أدباء المهجر للأدب الروسي. أثرت بحدا لدرجة أنك أنت حاولت تكتب مثله؟ ما بحاول، متأثرة بحال مبارح واللي بدي يكونه بكرة. ورف بس ما بيكتفي الشعر بنفسه، أي فنان ما بيكتفي بنفسه. أنت ما بتلاحظ أنت شو بمين متأثر أو بتقل. أنا ما بجرب أكتب مثل حدا، بس الآخر لما يقراني بيقول لي مثلا هون طلعتي مثل فلان مثلا. الدكتور محمد توفيق أبو علي للبالغين من النشوة روايتي الأخيرة، قال لي حسيت عندك موعظة جبران. أنا بكره أبعد تحايا ببرنامجي، بس تحية الدكتور علي، الدكتور محمد أنا بحبه. كلنا بنحبه. قال لي حسيت عندك موعظة جبران، يعني أنه موعظة جبران.
فمن دون ما اتقصدها انا يمكن كتاباتي شوي بتروح هيك يعني انه بنقول بحكي كثير عن المحبه كمان يعني. طيب وبرنامجك بالتلفزيون خلينا نحكي شوي عنه. البرنامج قبل منه كان في شغل بالتلفزيون او بالاذاعه؟ انا من زمان يعني بمجال الاذاعه والتلفزيون، كنت قبل 6 سنين بمريم تي في، قدمت كثير برامج ثقافيه بس للاسف تعرف جمهور الثقافي عنا يعني منيح اللي بعد اللي بنضل مستمرين، وانا بهنيك على بقائك واستمرارك بهالبرنامج. وكمان باذاعه صوت الحريه، هلا برنامج بيني وبينك كنت قبل اقدمه على صوت الحريه من 2019. حملت الفكره مثل ما هي اخذتها معي على الاو تي في يعني. وانا كنت على اساس جاي زياره على لبنان 15 يوم، كنت انا اخر سنتين ثلاثه ما بين الامارات والسعوديه. جاي على اساس 15 يوم وعلقت. كيف شعورك بالبرنامج؟ مدى حريتك بالأسئلة؟ لا أنا كتير بدي كمان بدي وجه تحية لأستاذ روي هاشم اللي عن جد بشكره كتير أنه عطاني هيدا الفرصة، وقال لي اللي بدك إياه فيك تحكي، وعنده هالثقة فيي. ولكل العاملين بالأو تي في اللي عن جد حاسة أنه مش محطة تلفزيونية، حاسة أنه أسرة. فلا ما في أي قيود، يمكن لأنه بيوثق بأني أنا ما عندي أشياء سياسية، ما عندي، بعيدة جدا عن السياسة يعني. أنا شو شرط أن يكون بعيد عن السياسة؟ أنه مثلا لأنه هيدي أكتر أشياء بيخافوا منها المحطات. واضح ممزع. الميول السياسية وكذا، مع أنه ما بنسلم أحيانا يعني. طيب طريقة الحوار اللي بتعمليها هي حوار مبني على مجموعة من القصص اللي أنت كتبتيها قدامك، او لا بتترك الحوار هو يروح لمحل ما بده؟ انا اللي هيك بعرف، هيك معوده على حالي يعني، انا بكون عارفه كل شيء عن الضيف اللي قدامي، تاريخه كله، مسيرته كلها، كل شيء بعرف عنه، حتى كيف بفكر. وما بكتب شيء انا اسئله. انا بعتمد على عقلي انا، وبحب الحوار ياخذ مجراه. ما بكون كاتبه اسئله، هو شو بجاوب انا بسال بناء انا على المعطيات اللي انا براسي. طيب هل بتشعري انه كيف فيك تميز ضيوفك؟ اكيد يعني لو كنت يعني بعد طبعا بدك واحد حك وجهه لحتى يقدر ينهض الحلقه، مثل ما انا بدي حدا حك وجهه. ما هذا برنامج الثقافي مبني على الحكي. هلا اكيد تعرضت كثير انه يكون في عند ضيف ما بيحكي، وتعرضت يعني لمواقف على التي في، بس الاعلامي مع الخبره بده يصير عنده سرعه بديهه انه يتدارك الموضوع. هلا هي صعبه يعني، بس يكون عندك ضيف واحد صحيح وما بيعرفش يحكي. هلا بس يكون عندي ثلاثه، انا مرات بكون عندي 3 ضيوف، في حدا بحسه اضعف من الاخرين، ضل على طول انا نك وشفري لحتى طلعه مثل البقيه، بس المشاهد بينتبه انه عندك فلان ما حكيش. هلا بالنسبه لي ممكن اقعد ساعتين ثلاثه معك حاورك من دون ما اكون حامله ورقه وقلم او من دون. برافو عليك. وهيدي انتبه، هيدي يعني خطره ومهمه. اكيد. اما بالنسبه مهمه لانه بعتمد على ذاكرتك، وخطره لانه ممكن تضيعك مرات. اكيد. واكيد كمان الاشخاص اللي بدي اختارها بختارها بكثير عنايه، لانه كمان ماني بنت امبارح بهيدا المجال يعني، صار عندي خبره بمين الشخص اللي يستحق انه يقعد قدامي على الكرسي، وبفليهم تفلايه يعني. برافو عليك. خليني اوصل لعندك قدير. انت عم تحاولي تكتبي كمان العام. صحيح. واللي بفاجئ انك انت بالفصحى يعني تعلمتي على نفسك وصرتي قادرة على الوزن الصحيح. لكن في وزن بالعامة اللي بده يروح عليه إذا مش واعي له بيوقع فيه. أنا بعرف كتار منهم مش واعيين له بيوقعوا فيه بالكسر. أنت كمان بنقرأ لك على الفيسبوك وبحس الواحد أنه مسبوكين، جملة واحدة مضبوطة بالإيقاع الصحيح. طب كمينة هاي بالفطرة هي مش بالفطرة، أنا ما كنت أكتب محكي أبداً. لمن سنتين بلشت أقرأ كمان على الفيسبوك، لأنه كتب ما كان عندي. من بعد ما صرت أقرأ على الفيسبوك لأصدقاء إلي، وهني أكتر شيء على الأولى، هني شعراء محكي بس على الأولى على قصايد الفصحى، صرت أقرأ لهم يعني. هني بدهم يقروا لك وأنت بنفس الوقت بدك تقرأ لألهم. صرت أقرأ المحكي كتير تلفتني سهولته، وبنفس الوقت أنه في صور جديدة وحلوة، أنه قادرين يوصلوا صورة كمان.
فقلت انه ليش ما بتعلم او ليش ما بقرا كذا قصيده وبشوف اذا بلقط الوزن. فصرت اقرا وطلعت معي اول قصيده. هلا ما كانت كسبك او كصور، كانت كتير قويه، كانت كتير سهله، بس انه وزنتها صح. من بعدها تعرف شو يعني اخلقك مني، تعرف شو يعني اسالك عني، يعني انت على القلب لو طليت بندهلك من الروح تسمعني. تعرف شو يعني اقعد وابكيك وعبي بخيالك روح تأحييك، بلكي ضميرك لو عب يحكيك وتشفق على قلبي الفيك وجعني. تعرف شو يعني فيق عغيابك، تعرف شو يعني شمشم ثيابك، تعرف شو يعني اوقف ببابك وانت بقساوة قلب تمنعني، بقلك لعندي قرب غمرني وخلي الزعل على الباب ينطرني، بدخل لوحدي باخدك وبفل بقطع نفس الفراق حتى الضال ما يعود فيك بيوم تقطعني. انا بدي اقول للي عم يسمعونا من الملحنين، هاي غنية عن جد، هاي مش قصيدة فلتي، هاي دي غنية موزونة محترمة فيها صور. نحن بحاجة ببلدنا لناس يكتبوا اغاني جديد، لانه عشنا مرحله ذهبيه البلد، احنا بحاجه من المواهب الجديده حدا تقدروا تخطفوه على الغناء، لانه مثل الغدير في كمان خمسه سته انا بعرفهم ما حدا جرب يدق ابوابهم من الملحنين ويقول له اكتبوا لنا اغنيه. صحيح. انا برايي حتى الاغاني ممكن تطلع لهم يعني مال اكثر اذا هن كانوا سائلين على المال والملحن بيسال على المال، فخليه يدور على الكلمه الجديده. غدير هي وحده من الكلام الجديد، واللي ما سمعهاش هلا يرجع شوي بالحلقه ويرجع يسمع هيدي اللي قالتها، لانه قالت اغنيه، وانا معجب بالطريقه اللي عم تقول الاغنيه وفيها هذا المضمون من الشعر. نحن عم نتعود على شعر الشعار والتعتير تبع الاغاني، خلينا نسمع الشعر المضبوط، بس هيدي انا عم وجهها للملحنين تحديدا. بدي ارجع اسالك على شيء اللي حاساله هلا عن قصه النقد. انتو كمان هذا الجيل الجديد بتلسنوا لحالكم كتير، يعني وانت الرائع الذي كتبت كذا، وانت الجميلة التي مدري شو عملتي، وهذه القصيدة الرائعة، وهن بكونوا كلام مرات عادي. صحيح. هذا بتنتبهوا له، يعني انت منتبهة له ولا لا؟ انه في نوع من المجاملات، هذه المجاملات اذا ما وصلتي لحدا عنده قدرة على النقد يقول لك هي صح هي غلط هذا مليح هذا مش مليح هذا وسط هذا كذا، أنا برأيي إذا بدك تروحي بالمجاملات تبع الفيسبوك ما بتوصلي على محل. صح. وبرجع بقول لك القراءات للفيسبوك كمان ما بتوصلي لمحل، ولو إنه هو مهمين اللي عم تقرأ له إنه من جيلك، بس أنا برأيي بتفوتي أكثر على الأقل بالشعراء اللبنانيين، لأنه في شعراء بالفصحى وبالعامة وأنت عم تكتبي بالفصحى وبالعامة. حكيت شغلي كمان رولا عن التأمل، بلش يصير عندك شيء من هذا التأمل كبنت بعمرك ولا لا؟ بعدك مزهوة بهذه الحياة وما فيها. هلأ اللي بيطلع على قصايدي بيلاقي أنه أغلبيتهم فيهم وجع وحزن، أو الأغلبية اللي بيسألوني أنه ليه قصايدك غزل وأغلبيتهم حزن، بقول لهم أنا بعدني لهلأ ما بعطي تعريف للحب، لأنه مفهوم الحب عندي مبعثر. بعد ما لقيت الحب اللي هو بالنسبة لإلي هو الأساسي اللي بكفي، هو لا نهائي لا محدود، فلهيك أغلبية قصايدي بتكون ما بين حب وكمان ما بين كره، بتكون مشتتة. بحب هيدا التشتت بالقصايد، وكتير بحب أني أكون حزينة، أنا ميالة إلى الحزن وأحب الحزن جدا، بحب عيش هيدا الجو وبكتب أنا وعم ببكي أحيانا. في قصايد نزلوا دموعي مع أنا وعم بكتب الصورة. هل أنا عشت تجربة قاسية؟ أكيد لبنان هو بلدنا، بس وجودنا بهيك ظروف بهيك بلد بكل ناحية من النواحي هو قاسي. لما تشوف حدا قد ستك قد أمك على الطريق مش ملاقي مأوى لإله، هيدي مشاهد قاسية. مش ضروري تكون أنت معاني أنه الانفصال من الحب. الحب أنه مش أنه يكون عندك طرف آخر تحبه، الحب أنك تحب كل مخلوق على وجه الأرض، وكل مخلوق أنت مش قادر تقدم له شيء يعني أنت منفصل عنه، وهيدا الشيء بيسبب عندي الفراق أو الفراق أو خلينا نقول البعد. فلهيك أنا ميالة إلى الحزن وأحبه، لأنه بحسه هو جوي،
ما بقدر اكون عم عيش شيء ثاني وعم بكتب عنه. نحن نحتاج الى الحزن. صحيح. مش هيك بيقولوا الحزن اعمق من الفرح؟ اكيد فرح حالي هيك شوي خارجي الحزن. برجع لعندك هلا رولا وموضوع النقد. نعم. موضوع النقد، وقلتي انه الشكل النقدي التفعيلي، قصيدة التفعيلة هي قصيدة بدها مهندس، هذا صحيح، بدها قدرة على الإيقاع، ولو انه مش كلهم بيعتمدوا هيدي الطريقة، عشان هي عملية إبداع متجددة بتجدد حالها. ماشي. نعم. خليني أنا أعترض على الكلاسيكي الرتيب. نعم. لما بتقول كلمة رتيب انه شبه قرفت منك، يعني قرفت العين منه. هذا الرتيب مش صحيح، لأنه البحور الشعر وشكله مثل الألوان، ما في لون رتيب، ما في أسود رتيب، ما في أحمر رتيب لأنه أحمر، أو ما في أسود، في هذه الأوزان. عندك 17 وزن، يعني لما خلقوا مجلة شعر صار يقولوا أنه القصيدة الحديثة هي الانطلاق، بينما القصيدة القديمة بتحطك على سكة واحدة. نعم. إيه لحظة. نعم. مش سكة واحدة. 17 سكة رسم لك الفراهيدي. عرفت كيف؟ إنه هون أنت بتفلت على سكة لحالك ماشي، بس هونيك مش سكة واحدة لحتى تقول هيديك سكة واحدة أو طريق واحد، هيديك كمان 17. القيمة فيما تكتبه. يعني اليوم يجي واحد مثل المتنبي يكتب لي مثل المتنبي على التفعيلي، انا بحترمه اكثر ما بحترم المتنبي تبع الصوره التقليديه. صحيح. مش هذا المقياس، هو الشعر. الشعر ايه، الشعر مش الشاعر. هون ببدا انا وبوافقك بهذا الشيء، المقياس هو الشعر، بس الوزن انه لحتى من خلال الايقاع، من خلال الشكل تحكم انه هيدي النظره يا رولا هي التي قتلت الشعر، هي التي قتلت الشعر الكلاسيكي من بداية الخمسينات، من الخمسينات لما عملوا مجلة شعر، وبعد منها صار في نوع من الطحشة على الشعر الكلاسيكي انه هذا شعر مدمر، وهذا شعر ما له علاقة بالواقع، وهذا شعر كلسي، في ناس استعملوا مثل الكلس، يعني محنط. مع الزمن اجا ناس استلموا الصفحات الثقافية صاروا يمارسوا ذات الدور على الشعر الكلاسيكي. الشعر الكلاسيكي مش ما انتم اللي استلمتوا صفحات الثقافيه بالشعر الكلاسيكي، ما انتم مؤثرين بهذا الشعر القديم وحافظين ثلاث ارباعه للشعر القديم. الشعر هو شعر. طبعا انا في غياب الشكل. لا نحن ما عم نحكي بغض النظر، بغض النظر شكل هذه القصيده، اعطني شعر باي شكل بس. إن كان برافو عليك، وما ما عندنا مشكله، ولكن انا عم بقصد كلمه رتيبه هن بحد ذاتهم القصيدة الواحدة، مش عم نحكي عن 17 بحر. يلي أنا بظن إنه الشعر بده أكثر من 17 بحر وبكتير كمان. برافو عليك. وبنضل مش خالصين. برافو عليك. بس نحن اللي عم نحكي فيه هي القصيدة الواحدة الرتابة ب بيت ورا بيت ورا بيت، نفس البنية. بس انتبهي، هيديك بس تتعود عليها، هيديك بس تعود عليها كمان بتقولي هاي البنية، ولو انه فلتي يعني سطر اكبر من سطر. فلتي هيدي هي كمان مظهر من مظاهر الشعرية والابداعية، لعشان نحن في هون انزياح ايقاعي. ما هو شو قالوا؟ قالوا انه الانزياح ايضا الايقاعي يتولد من القصيدة. انا بعتبر كتابة القصيدة التفعيلي اصعب من الكلاسيكي. أنا بس انا بكتب قصيدة تفعيلي طبعا، مش كتبة أصعب تفعيلي، طبعا اصعب لان بدا، وانا الامن مش بدا معرفي بالايقاع الشعري تبع الفراهيدي. نعم. بدا معرفي بالموسيقى، بتركيب الايقاعات مع بعضها. نعم. مع انه هي بتكون تفعيلي وحده، مستفعل بيمشي فيها من القصيدة الاخرى، بس انت كيف عم تركبها، باي لغه عم تركبها، باي حساسية عم تركبها، هيدي هي الجمالية طبعا. حتى اختيار القوافي، انه فيك تختار، فيك تختار قافيتين، فيك تختار قافي، حتى اختيار القوافي هيدي بحد ذاتها كمان نحن بندرسها، ليش اختار هيدي القافي مع هاي القافي اذا كانت مثلا بقصيدة وحدة. بس اللي كنت عم بقصده عن الرؤى الشعرية اللي انا عندي اياها مختلفة، بظن هيدا الموضوع بعد ما حدا درسه ولا حدا اتطرق له. أيه يلي هو رؤى شعرية عند مين؟ عندي أنا. عندك ما بدك يكون عندك مجموعة طويلة عريضة للبحث. لا لا، عم بحكي أنا نظرتي النقدية المتواضعة بهيدا المجال. ما أنا عندي نظرتي بالنهاية. ماشي. شفت أنا شغلي لاحظتها يمكن من خلال أشياء بكتبها أنا. لاحظت إنه لما نحن نكون ماشيين ب
قصيدة تفعيلة متفلتة مجنونة من كل شيء، ونحن بنكون مثلا حطينا قافية معينة لهيدي القصيدة ويمكن قافيتين، تجي انت تعمل دهشة اللا قافية بالآخر مثلا. هيدي بنظري، مع انه القافية هي شكل من اشكال الشعرية، بتعطي ايقاع معين، هي كمان شعرية. انا بنظري يمكن ربما هيدي طور الدراسة، شو هي؟ انه اللا قافية، دهشة اللا قافية بوجود قافية معينة بس هي معتمدة عند كل الناس. لا مش تكسر الملل ولو يعني محمد علي شمس الدين عمل هذا النهاية بلا قافية، شوقي بزايع عمل هذه النهاية بلا قافية، جودة فخر الدين عمل هذه النهاية بلا قافية، حسن العبد الله عمل هذه النهاية بلا قافية، باللا قافية بالقصيدة التفعيلي عمول بتكون لا قافية كلها. ولكن نحن تصور انه انت مثلا قصيدة عمودية ماشية على نظام قافي معين وتكسرها انت هيدي القافية. لا العمودي شعر شو بيروق يروق. لا لا انا عم بعطيك مثال، عم نضرب اذا مثال. عم تاخذي شعر كلاسيكي عمودي ما فيك تعمل دهشة اللا قافية بالوقت اللي ناطر، يعني انت ناطر حالك على القافية، ما في ناطر حالك هون ما فيك، هون مش لا يحق للشاعر ما شو يحق للشاعر ما لا يحق لغيره، هاي ما فيك، هيدا ايقاع وزن. لا. وانت عامل تفعيلي. نعم. اذا بدك باخر البيت ما تعمل تفعيلي، مين عملها بعدها؟ انه ما عمل تفعيلي كليا. لا عم تقولي كلاسيكي، اذا كنت كلاسيكي عمودية ما عمل قافية قصدك، اذا عمودية يعني فيها قافية. نعم. إذا آخر البيت ما عمل قافية شو بيعمل؟ لا لا أنا عم بعطيك مثال فيها، بيعمل صدمة مش دهشة. أنا عم بعطي مثال بسال، عم نقول فلنتخيل هذا الشيء. إيه؟ إن فلنتخيل نشوف قصيدة بشرع، بس أنا ما عم بحكي عن قصيدة العمودية، أنا عم بحكي على تركيبة معينة، سحر خلطة معينة من قصيدة تفعيلة. أوكي، حتى لو انكتب هذا الشعر، بس هذا الشيء بعد ما حدا تطرق له كدراسة، انه لا قافية بوجود قافية، شرط يكون في قافية، مش شرط قافية ما يكون في قافية الختام الكلام الكذا اخر شيء ما نهى هيك، مش هذا قصدي؟ ايه بس يكون في شو بكون عمل يعني شو بدك شو هدفنا؟ هيدي انا بنظري تولد انزياحا ايقاعيا. شو خصو الايقاع هون؟ في انزياح، ما انت كمتلقي في انزياح بالقافيه مش بالانزياح بالايقاع. الايقاع انت ماشي على مستفعل ومستفعل ومستفعل، انت ماشي بالانزياح ايقاعي داخلي ممكن يكون. اه مش داخلي، شو هذا داخل التجليطه داخل. روح علينا، هذا داخل التجليطه بيقولوها اغلب كتاب قصيده الناصر، انه نحن مع الموسيقى الداخليه بلا هالكذب وبلا. لا ما هو عنا نحن مثل واحد بالموسيقى يا رولا، في واحد بالموسيقى بيقول لك انه هذه انا عامل لها موسيقى داخليه، بدك تسمعها الموسيقى بدك تسمعها، ما فيك تقول لي موسيقى داخلية. هل بس فينا ننكرها؟ لحظة لا يا لا, لا 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 ما خليني اشرح لك. ايه؟ ما بتقدر انت في بعض القصائد فيك انت تشوف موسيقى داخلية بين، يعني انت وعم تقرا فيك تحس موسيقى داخلية. انا مثلا بكتاب ماذا صنعت بالذهب، ماذا فعلت بالوردة لأنسي، بكتاب الرسولة لأنسي، بحس في موسيقى داخلية منسابة انسيابا جميلا. انا بحس محمد المغوط في عنده انسياب حلو كتير محمد المغوط، فانا هذا عم في موسيقى داخليه ولو انه ما في ايقاع. بس هلا بدك تقولي لي كل ما فتحنا ثلاث كلمات ثلاث اسطر فوق بعضهم بيكون هذا جاي يعمل لي الموسيقى الايقاعيه، مين بده يعرف فيها؟ الجمهور ولا الخبراء؟ الخبراء ما بيحسوا فيها موسيقى داخليه. انتبه، يعني انا عم اقول لك انه تجليطه رغم قناعتي انه في منها، بس عند قليل من الشعراء الموسيقى الداخليه اصعب من الموسيقى الايقاعيه. ليش؟ الايقاعيه بقول لك مستفعل فاعل ومستفعل فاعل وبتلتزمي فيها بصير عندك موسيقى، صح ولا لا يا غدير؟ بس عفوا، بينما هونيكي فيك تكتب لي 20 سطر وتقول لي فيهم موسيقى ويمكن ما يكونش فيهم موسيقى. بس ما الموسيقى الداخليه كمان بحر بحد ذاته، ما فينا نحن يعني ماشي. ممكن يقطع جناس، ممكن شو خصو هذا؟ لا اما هولي هولي بندرسهم نحن كمان، بس انه شو خصهم بالموسيقى هاو الجناس وال شو اسمه؟ كيف هيدا هي كيف ما خصهم بالموسيقى؟ هاي خصهم بالموسيقى، هاي خصهم برنة الصوت، يعني مثلا بتقول الناس والحراس وال اول على كل حال خلينا نروح وبدي ارجع لعندك. فاصل.
رولا. أسأم من سطر أفقي، أسأم من مكتبة الأفقية، أسأم من كتب تتربع في مكتبة الأفقية، أسأم من حلقات البحث ومن بدر يتكور في جيبي، أسأم من دائرة الكرة الأرضية، أسأم من جيب المثقوب ومن ليل قد سال على قدمي، أسأم من كون يتصدع في جلدي، أسأم من بلدي، من وطن يفقد ذاكرة الحرية، أسأم من وطن تتثاءب فيه الأحلام، ومن تاريخ يجدر فتات الفقراء، ومن ذاكرة الحرب العبثية، أسأم من لغة تقطات حروف الجر لتشبع حاشية التأويل ولم تشبعها، أسأم من تلك الكلمات المرمية، فلتصمد شاعرة سئلت في أية أمسية قتلت، نحرت، رجمت، صلبت من أجل عينيها الفاتنتين ومن أجل النص الثائر، إني أسأم من شاعرة لا تغرز في خاصرة المعنى سطراً مسنوناً ناحر، ما بال الشعر يلاحقها، ما بال السطر يلاحقها، ما بال الفقر يلاحقها، أسأم منها، أسأم مني، يسأم ظني، أسأم من هذا الفعل الحاضر في التكرار، وكأن حروفي ما وجدت غير مضارعة التكرار التكرار، وأكرر، أسأم من سطر أفقي، وأخيراً أسأم من هذا النص العبثي. برافو. لمين عم زقف أنا؟ للإيقاع الداخلي. للإيقاع الخارجي، هيدي فيها. للإيقاع الخارجي وإيقاع الداخلي. لأن هذه القصيدة تفعيلة. هيدي الإيقاع ما فيها إيقاع، تفعيلة. تفعيلة. شو هي التفعيلة؟ ما بتعرفيها؟ نعم؟ بلا طبعاً، أسأم من سطر أفق متفاعل. فعلون فعل. فعلون فعلون. هذه الرجز. الرجل الخبب الخبب فعلهم 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 هاي فعلهم فعلهم انت وقت اللي بتكوني هيدا عفوا هذا البحر يستخدمه اكثر شيء محمد علي شمس الدين حبيب قلبي حسب ما بعرف ما إيه لا هو اكثر شيء بس هو اقل شيء مستخدم بالكلاسيكي الخبب يعني اذا بتاخذي الشطور صح بس خليني اقول لك انت لما بيكون عندك ايقاع خارجي بسموه ايقاع مصوت نعم. يعني ايقاع صوتي فعل 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 انت شو بدك بعد بالموسيقى الداخليه ما هيدي الموسيقى لحاله بس وين المشكله اذا الشعريه كانت مشكل. شعريتين لك مش مشكل بس انت قلتي لي انا رح سمعك قصيده وتشوف الموسيقى الداخليه داخلية. انا كشاعر وذهني ايقاعي نعم. لقط الايقاع من اول لحظه قلت انا عم تدلني على ايقاع داخلي مدري كيف بدنا نلاقيه بالوقت يلي الايقاع الخارجي واضح فيها 100% من اول سطر لاخر بس وجودهم اثنيناتهم ايه؟ تولد شعريه زياده مش مشكل بس انت عندك ايقاع خارج مثل واحد مثلا بتسمعه ايقاع بده قله على الطبله نعم. ايقاع وبترجع ما تسمعه شيء وتقول له لازم تتذكره لحتى تشوف قديش كان حلو هذا الايقاع ما انت عندك ايقاع بين ايديك انت عندك قطعه موسيقيه بس هو منه ايقاع واحد كل واحد له جماليته شو هو الايقاع لك الايقاع هذا اللي عندك شو بدي بالايقاع لا هوديك عندك فاعلات ايقاع مستفعل ايقاع فعول ايقاع فاعل ايقاع حتى تفاعيل هون لك هون تفاعيل ما هن قصيده التفعيل منين جايب التفاعيل اخترعتهم لا هودهن طبعا يعني اللي كانوا عند الخليل بن احمد الفراهيدي جابوهم مقصمينهم مقطعين وصار كل واحد اللي بده ياخذ فاعلاتهم بياخذها اللي بده ياخذ مستفعل اللي بده كذا على كل حال مليح هذا الجدل يعني الكم كأنتوا جداد ولو انه صار لكم 7 سنين والكم 10 سنين وانت بعدك امبارح مبلشه لانه انا برايي نحن في حاجه يعرفوا المشاهدين
ويعرفوا اللي بيحبوا الشعر انه مرات في كلمات بتاخدهم مثلا مثل ايقاع الداخلي هو سحري، وفي بعض النصوص فيها ايقاع داخلي ساحر ساحر. هلا لو معنا وقت كنا جبناهم معنا لو بدي اعرف هذا الموضوع لحتى اقول لكم كيف ممكن يكون الايقاع الداخلي. بس غالب اللي عم يكذبوا اليوم بيقولوا لك بلا انا ماشي على موسيقى داخلي. خلينا نسمع قصيده من عندك يلا. هلا خلي النبض الثائر لرولا، انا خلوني بالنبض العاشق يلا. وبما انك بلشت بالحب رح احكي عن خطايا يلا. خطايا الحب. اني احبك شاء الناس ام كرهوا، والحب في شغف الانفاس نرسمه. اني احبك والاشواق تفضحني، والعين تقدح عشقا لست تفهمه. ليس الغرام حراما كي نخاف به، وليس ذنبا لطلقان جهنمه. استغفر القلب من عشق تغمدني، فلن أتوب ولو جمرا سألثمه. بعض الخطايا يكون الوجد ملهمها، والإثم في الحب جن الشعر يلهمه. بعض الهيام نسيج من تخيلنا، مهما بدا حلمنا وهما سنحلمه. سأمسح الظل عن مصباح أمنيتي، ليشرق الحب حين النبض يضرمه. شكرا جزيلا لكم أيها الصبايا الجميلات على هذه الحلقة الحلوة. نريمان انت بشغلك ان شاء الله بتضلي موفقه وبتقدمي اكثر فاكثر. رولا ان شاء الله بابحاثك وبشعرك ايضا. غدير انت كمان لك مستقبل كثير كبير ان شاء الله بالفصحى وبالعامه. بعتقد قدمنا صوره للناس بين ناس مبلشين امبارح يلي هي غدير، وبين انتم اللي صار لكم 7-8 سنين بهذا الوسط. لكن بالنهايه بضل الشاعر جديدا حتى آخر أيامه. أكيد. وإلى اللقاء.